السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ صباح الفل. خميس جميل كده، واجازه سعيده عليكم ان شاء الله، واجازه سعيده على شبابنا واطفالنا الجمال اللي كانوا قافلنا طول الاجازه واللي دخلوا المدارس. تمام. انا عارف ان العيال دي متنكده دلوقتي. خلونا بقى نتكلم في حاجه مهمه كده، وبعمل شير للفيديو ده دعما للمطلب المنطقي جدا جدا جدا. لماذا لا نقوم بترخيص السكوترات الكهرباء والسيارات الكهربائية الصغيرة، ويتعرض من يمتلكها لأنه لازم يستخدمها جوه كومباوند بس، أو جوه مكان مقفول مثلا في الساحل جوه أحد القرى أو الكلام ده، لكن لما يجي يمشي بيه على الطريق قد يتعرض للمساءلة القانونية. الدولة توجهها دلوقتي محترم وتوجه قوي للطاقة النظيفة، والدولة بتحاول تتفق مع شركات صينية كتير، وتوجه جيد جدا نحو التصنيع والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتصنيع السيارات الكهربائية، والدولة نفسها عايزة تصنع سيارات ميني كارز، نبتدي كده بعربيات صغيرة كهربائية. لماذا لا يستحدث قانون للمرور؟ والكلام ده مش منوط بيه وزارة الداخلية، هو عايزين نستحدث قانون، عايزين بقى من مشرعينا ومجلس الشعب والكلام ده يستحدث بس قانون ترخيص كل الدراجات الكهربائية وترخيص كل المركبات الكهربائية، يسمح بترخيصها، لكن ما تستثناش بقى، ما تقعدش تقول لي 4000 وات والدراجات الكهربائية والسيارات الكهربائية فوق ال 55 كيلو وات. طب ده في عربيات زي القمر ب 200,000 جنيه و250,000، ده الصين عاملة رانج روفر فيلار قد كده مايكرو كار، تمام؟ حوالي 45 كيلو وات أو 50 كيلو وات، وبتمشي مسافات، بتمشي 150 كيلو، يعني تودي واحد وواحده شغلهم، وتودي واحده النادي باولادها، والحياه لطيفه جدا، وتحل لنا مشكله كبيره جدا جدا. المايكرو كارز دي يا جماعه ده في دول قايمه عليها، تمام؟ احنا بنمنع ترخيصها ليه؟ احنا ليه ايه الهدف؟ وبعدين ده هيدر مورد كويس للدوله. طيب السكوتر الكهربائي، انا كنت لسه بزور مصنع تابع للدوله محترم، وشباب البحث وزاره البحث العلمي وشركه محترمه، وريته لكم السكوتر الكهربائي المحترم اللي خارج من مصنع قاضي ده، سرعته 90 لكن 2000 واط ومش هيترخص. طب انا عايز اسال سؤال، ده سكوتر خارج من تصنيعنا 60% مكون محلي، حاجه الواحد راح شجعها بنفسه، ما تترخص ليه؟ ما يمشيش بيها مواطن على قده كده عايز يروح شغله، موظف، شاب عايز يروح الجامعه، بنوته عايزه تروح من هنا لهنا مشوار صغير، ليه ما نرخصوش؟ ليه نعرض المواطن ده للمساءله القانونيه وهو راكب السكوتر ده؟ طب ما السكوتر ده هيحل ازمه، وتمنه كله يتلخص في حاجه و30 حاجه و40,000 جنيه، حليت ازمه مواصلات، وحليت ازمه تنقل، وبمايكرو كارز عربيات صغيره مش هتاخد مساحات ومش هتعمل زحمه. انا اعتقد لو سمحت بان السكوتر يترخص، وبان السيارات المايكرو كارز الكهربائيه اللي تحت 55 كيلو وات تترخص، انت ممكن تحل ازمه المرور اساسا. انت هتلاقي كل بيت فيه 2 3 4 5 6 سكوتر، او في عربيه صغيره مايكرو كار، او عربيتين حتى. حتى البيوت اللي مش قادره تشتري عربيات عشان الاسعار ارتفعت، العربيه دي تنفع. ده بياخدوا في منهم عربيات كتير قوي بتاخد 3 و4 افراد يعني، تمام؟ فرجاء رجاء استحداث قانون يسمح بترخيص كل المركبات الكهربائيه. كمان امنيا، علشان لو حد ارتكب حاجه بالسكوتر ده او بالعربيه دي اعرف اجيبه، يبقى موثق عندي وموجود على سيستم المرور، وليه رقم وليه لوحات وليه رخصه، واعرف اجيب المواطن ده احاسبه لو ارتكب جريمه او ارتكب حاجه. انما اسيبه يمشي كده جوه كومباوند، اسيبه يمشي جوه الساحل الشمالي جوه قريه، طب ما انا كمان عايز اعرف، ما هو العربيات دي في منها عربيات سرعتها 80 و100، والسكوترات دي في منها سكوترات سرعتها 90 و80، يعني يقدر يعمل حاجه ويهرب ويجري. فامنيا كمان عايزين نسمح بترخيص الكلام ده. ادعم الفكره دي وخلينا نحل ازمه كبيره، واعمل شير للفيديو ده لعلها تصل. شكرا، السلام عليكم.